السلام عليكم خياتي، ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا هذا لا فيديو. اليوم ماهيش وصفه وانما فيديو. شفت بزاف اللي تسالوا على مواد تنظيف وتكون اقتصاديه وتشد وعندها فعاليه، قلت نفيدكم وما نبخلش عليكم بالمنتجات اللي نستعملها واللي راكم تشوفوا فيها روعه يا البنات، ما استغناش عليها ابدا. راح نوري لكم هذه المنتجات. اولا نبدا البنات بهذا ليكيد فيسال غسيل الاواني، بنقول البنات هايل ويرغوي الماعن خير من ابريل. بالنسبه لابريل نحسو يجي مخدوع ويحكم لي، يعني ما يحكمنيش بزاف، اما هذا يحكم لي شهر بالتمام، والسعر تاعو 17000. شوفوا البنات كاين هذا وكاين بينكو هذا، كاين هذا وكاين هذا. انا نحب هذا البنات، هذا يبروتيجي بزاف لي مانتاك اليدين بزاف مليح، هذا عادي يعني لغسيل الاواني يخرجهم يلمع. ثانيا البنات اللي يعني من المنتجات اللي نستعملها وما نستغناش عليها، لافسول منظف ومعطر الارضيات. انا جربت هذه المره طوب مي ما عجبنيش، واللي متعوده يعني نستعمله وما نستغناش عليه هو امير. نستعمل اللون الموف والابيض، والله يا البنات وحده الريحه تبقى في الدار روعه روعه. وكاين منتج اخر اللي عجبني ثاني ويعني مليح بزاف بزاف، هو بريلاكس، يجي غاز ثاني ريحته روعه والسعر تاعو 17000. ثالث حاجة البنات هي مزيل دهون فورس اكسبريس. مزيل دهون يستعملوه بزاف بزاف لي ريستوران لي بيتزيريا لي فاست فود، وثاني نظف ويزيد دهون مليح للمطبخ للمقالي والالات الكهربائية. نستعملوه ثاني للزجاج نتاع الفرن والمشوات، وثاني بلاك شوفونت يخرجهم يا البنات يبرقوا ويشعلوا. السعر تاعو نسيتو، عندي بزاف يعني ما شري ملي شريتو. رابع حاجة اللي نستعملها البنات هي جيل جافيل هذه، واللي ما نستغناش عليه يرغوي يعطر وأمامتو ينظف. هو مطهر مبيض، نستعمله للملابس حشاكم واللي سال دو با طواليت اللي عندهم حساسية من الجافيل، يعني هذا نقولكم باللي راه هذا أحسن من هذا، ريحته بزاف بزاف مليحة. أما هذا البنات ريحته قوية بزاف بزاف، خاصة للناس اللي عندهم الحساسية. خليته فقط به نغسل به البياد نتاع الماء مرة على مرة، لأنه ريحته قوية بزاف وتهلكني. السعر تاعو والله يا البنات نسيت، ما على باليش شحال. خامس حاجة البنات هذا غني عن التعريف، جل العملاق منظف عام ومعطر، نستعمله للأرض للمطبخ، نمسح به الرخامة نتاع الكوزينة، نستعمله للزرابة مليح بزاف بزاف، خاصة كما قلت لكم الأرضيات. تحطي شوية برك من هذا الجل على الأرض وتخليه شوية وتحكيه يعني بشيطة، خاصة الأرضيات تاع الحمام. ثاني حاجة اللي هي هذا الصابون البنات، صابون سيدو، كاين اللون الاصفر وكاين اللون الغاز. اللون الاصفر هذا مليح بزاف بزاف للوجه، يبيض وينحي جميع التصبغات خاصه تاع الشمس، ويعني الشمس في الصيف، ومليح ثاني للقش. اما بالنسبه للغاز مليح بزاف بزاف للتبييض يعني الملابس البيضاء، وينحي ثاني ليطاج البنات، ينحي بزاف ليطاج هذاك الغاز مليح بزاف، نستعمله حتى هو. كاين هذا ثاني البنات المنتج تاع الحشفة، مليح بزاف بزاف، نغسل به لي كوكوط يخرجوا يلمعوا يا البنات. التراكمات تاع الدهون هذو كامل يتنحاو. كيفاش مداير من الداخل هاوليكم البنات، شوفوا كيفاش مداير.
اجاكس كيما لاجاكس وشي هو فيه كل لي صابون ولا برودوي ما على باليش، ليسونسييل كي تحكوا به لما نتاعكم يخرجوا يلمعوا. يا البنات فيها 10 قطع كيما راكم تشوفوا، وطريقة الاستعمال يا البنات يقول لكم تضع المنطفة المعدنية في 3 لتر من الماء حتى تطلق الصابون برائحة الليمون، ثم تستعمل لإزالة الشحم وتلميع الأواني المطبخ. أنا هنا البنات ما نحطها لا في الماء لا في حتى حاجة، نهزها هكاك ونحك بها لي كوكوت المقالي خرجوا يلمعوا يا البنات. وبالنسبة للبري تاعو البنات يدير 10000، 10000 برك. ونجيو لاخر منتج البنات، هذا البنات على بالي راح تقولوا لي انتي قلتي لنا في الاول بلي راح توري لنا منتجات اقتصاديه، ما جبتي لنا هذا يكون غالي بزاف. هذا غالي البنات بصح ما نستغناش عليه، جابوا بزاف انواع يعني جربت بزاف انواع قبله يكونوا رخاص بصح ما يخرجوا لكش القش، فلهذا انا نقول لكم بلي هذا هو الوحيد، لا لايف لا حتى يعني نوع اخر مليح، هذا يخرج لكم القش مليح والريحه تاعو تبقى في القش. اما البري تاعو بين 70 و80، نسيت شحال، هذه القرعه الكبيره البنات. اذا هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم، وريت لكم المنتجات اللي نستعملهم يكونوا يعني ما همش غاليين بزاف، كل مره تشري حاجه ماهوش راح تشريهم ضربه واحده، كيما هذا يحكم لك على الاقل 3 شهور كي والو، مليح بزاف كيما قلت لكم. وقلت لكم هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم، وريت لكم المنتجات اللي نستعملهم ويكونوا اقتصاديين، كيما هذا البنات يحكم لك على الاقل 3 شهور 4 شهور، يعني ما كاينش راح تشريهم كامل ضربه واحده، راح تشري غير بشويه كل شهر، اشري نوع. شريت هذا حكم لي لحد الان بالك حتى 5 شهور ولا 6 شهور. عندك ثاني هذا، هذا ثاني البنات تحكم بزاف. المهم البنات هذا هو الفيديو تاعي، اللي جربت اي منتوج و من هذه المنتجات وتقول لي رايها اسكو صح كيما قلت انا ولا لا، يعني ويبقى كل واحد ورايو. هذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يا ربي ينال اعجابكم. اذا تبغوا فيديوهات كيما هكا ما عليكم غير تخليوا لي تعليق في لاباج ولا في القناه تاعي وعلى هذا الفيديو، وراح نرد عليكم ان شاء الله اي استفسار. انا ثاني راني في الخدمه، وهنا نقول لكم دمتم انفياء لقناتي، والى اللقاء في فيديو جديد. سلام.